1 في الليل تقريبا او 1:30 كنا نايمين، صارت غارات إسرائيلية عنيفة في المكان المجاور لنا، استشهدت ابنتي واصيبت زوجتي والبنت هذه، وتدمر المكان بشكل كامل. يعني قبل شوي كنت في المكان الموجود بقايا خيام مش خيام. غير هيك احنا كنا في مناطق إنسانية يفترض انها آمنة في المناطق الخضراء اللي هي مواصف خان يونس، وهي يعني الأهداف الإسرائيلية. تفضل. يعني محوطنا في كل مكان، واحنا مش عارفين وين نروح، وين نروح احنا، وين الدول العربية توقف معانا؟ يعني احنا ميتين بالبطيء، احنا يعني يقتلونا يموتونا ويخلصوا منا، يعني احنا مش عايشين، هذه مش حياة، احنا تعبنا وزهقنا.